شو مسويه؟ عالقتها؟ ها؟ غير هاي الاصول يا صحصح. اي بخت الجوارين، صدق الجوارين محظوظين، يابا نسوان اجن ملاعيب عود حتى يقول النادره. شبع رجلها دور ما يدرون. اخذ الصينيه قبل ما يبرد الاكل، يلا عيني يلا. يلا صحصح، لا تباوع هيك. وقف يا ستر. وين رايح؟ أرد أودي الشيخ للمحشي. شنو؟ أرد أودي الشيخ محشي للدولمة. أرد أودي الشيخ محشي والدولمة والكبة للجوارين غدا. وها من مسوي الكبة والشيخ محشي وتمن المرق؟ تورطنا مو هاني. هاي مرة اسمها رجاء بهذا البيت، قعدت الصبح لقيتها ببيتنا أنا ما أعرف. وشنو المناسبة؟ لواقع. لا مو جوارين نازلين جدد، فتقول سوينا لهم غدا. هي هاي عاداتنا احنا العراقيين، لازم نسوي غدا للجوارين. رجعه؟ اوقف 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 اثبت. الو الو استاذ علاء تسمعني؟ نعم اسمعك عالي واضح. اكو صينيه تحتوي على طبق من الكبه وطبق من التمن وطبق من الشيخ محشي. الزلاطه؟ فتشها زين وخل تدخل. استلم. اي قال لك علاء. مالك علاء. يلا ارفع ايدك. والصينيه. ارفع ايدك والصينيه. بعد اي. اثبت. لا كل كل شو هنا فدوى. يلا توكل. طب يلا فوت. منو هذا؟ واحد ثاني. اوكي ماكو بعد. اقف. ما خلصنا. شنو هاي؟ انا علاء مدير مكتب الحجي. تفضل. زاد فضلك. اهلا وسهلا اخويا علاء. انا سمعتك حكيت ويا الولد. انا ما لي علاقه، ترى مرتي رجاء هي اللي سوقت وهي اللي طبخت، انا بس جبت. اهدى، ايش بيك خايف؟ ترى احنا فرحانين بجورة ناس بعدهم متمسكين بالعادات والتقاليد مالتنا الاصيله. بس غير عادكم يغزر. شلون؟ قصدي احنا بعدنا انا والمره متمسكين بعاداتنا القديمه الطيبه. تمام. قل لي هاي الدولمه. اي دولمه هاي. اي ورق عنب لو سلق. هي ورق عنب، بس اذا تريد تسلقوها سلقوها براحتك. مو مهم. وهاي المرقه شنو؟ يابسه. الحجي ما ياكل يابسه بسبب القولون. لا ما حاطين بها قولون. لا هو عنده قولون. هو الحجي ما شاء الله كل شيء عنده خير من الله، بايخ بس قولون. مهم. اريدك تذوق لي من كل شيء شويه. لا رحم الله والديك، انا حصتي شايلتها المره. لا لا ذوق ذوق. لا هاي لكم العفو، انا حصتي بالبيت. لا ذوق. اريدك تذوق من كل شيء شويه. ليش؟ جوز حاطين سم بالاكل. جوز تريد السم الحجي. سم ليش يا ستار؟ ايش عندي ويا الحجي؟ اعرفه يعرفني. مو انت. يجوز واحد مستغلك. هاي لك حق بيها، بس انا قلت لها الرجاء حذرتها. قلت لها قبل ما يخلص الحجي من الشيخ. يا شيخ. شيخ محشي. اطلقك اذا طلع بيها شيء. المهم ذوق لي من كل شيء شويه. صار صار. بس شلون ايدي؟ بس الزم الصينيه. راح ابدي بالشيخ. يا شيخ. الشيخ محشي. انا سامع بيه بس تدري ما ضايقه؟ ذوق. من حصتكم بالعافيه. يلا ذوق. انا قلت لها الزلاطه خلي عليها نارنج، خلي اشوفها عاصره لو لا. ذوق. هي مراتها من الزاغل رجاء. ما مخليه. شفت؟ ذوق الكبه. كبه لا، كبه لا. لا اذوق الشيخ. ذوق الشيخ. ظلمه. ذوق خلصني. هاي شنو؟ جربنا الاكل، جربنا الاكل ولم يطلع به سم. يقول طبوا. تعال.